قرية كافاجي الأناضول في تركيا. هي قرية قديمة جدا، لكنها تستحق الزيارة لما فيها من معالم تاريخية وصناعات تقليدية جذابة. أهالي القرية كانوا يمتهنون الصيد، أما اليوم فقد تحول كثير منهم إلى عالم التجارة بعد أن أصبحت كافاجي من أبرز الأماكن السياحية. تنظم خطوط بلدية إسطنبول الرحلات، واليوم رحلتنا إلى أناضولو كافا عبر البوسفور. نتحرك من ميناء إمينونو عند 10:30 صباحا. نتوقف في موانئ بيشكتاش، كانليشا، سراير ورومالي لنقل الركاب، ونصل وجهتنا عند قرابة الظهر، حيث نتوقف في أناضولو كافا لثلاث ساعات ونعود عند قرابة 3 بعد الظهر. رحلة مماثلة تستغرق 6 ساعات تقريبا، ونقوم بها يوميا على مدار السنة. أنا مهتم بشكل أساسي بالبحر الأسود، وها أنا على متن هذه الرحلة إلى البحر الأسود. أناضول كافا من معالم إسطنبول وأحد رموزها، ولن أفوت زيارتها. فيها جبل عالي ومنه يمكن الإطلالة على البسفور والبحر الأسود.